انزل عليا يا ابن الكلب. هو عايش ولا ميت؟ دي نمرته. أنا متأكد. يا ترى هو اللي بيتكلم ولا حد تبع الإدارة؟ أسلم حل إنك كنسلت عليه وبقى اتكلم بعدين واستفهم. نور يا كبير. انت من امتى بتشرب سجاير يا حسام؟ اهو بنفخ، مفيش غل يا ماما. يا ابني ربنا موجود، ما تعملش في نفسك كده، ده حتى يبقى حرام. يعني هو حرام اشرب سجاير ومش حرام اللي حصل لي؟ استغفر الله العظيم. ابني يا حبيبي ده قضاء ربنا ولا راد لقضاء الله. ياما في ناس بتحصل لهم مصايب كتير وبيتصوروا ان دي نهاية العالم، لكن بعد كده بيكتشفوا انها مجرد محطة وبتعدي. سلمى ما كانتش محطة يا ماما. حسام يا حبيبي، انا تقريبا مريت بنفس ظروفك دي. لما ابوك الله يرحمه مات، الدنيا ظلمت في وشي، بس اكتشفت في النهاية لما ربنا اداني نعمة النسيان إن دي كانت مجرد مرحلة، وكان لازم أبتدي مرحلة جديدة ليك أنت وأخواتك. الحمد لله ربيتكم أحسن تربية، كبرتكم ومليتوا عليا الدنيا كلها. كان عندك حاجة تعيشيلها؟ أنا مش هيندى محمد، لما أنا عايش ليه؟ تعيش لنفسك، لحياتك، لمستقبلك. حسام يا حبيبي، أنت ابن عمري. أنا لما انكسرت ما لقيتش حد يقف جنبي غيرك. النهارده لما تنكسر استكتر عليا إني أقف جنبك. حياتي ورحمة سلمى، لو كنت بتحبني قوم معايا قوم روح معايا يا حبيبي. حاضر حاضر يا ماما. طب يلا يلا قوم قوم معايا، هنحضر الهدوم مع بعض. عملت ايه يا محمد في موضوع خطبك؟ خطوبة ايه؟ احنا في ايه ولا في ايه؟ يعني ايه مش فاهم؟ يعني اكيد هنأجل موضوع الخطوبة ده شوية لحد الأزمة اللي احنا فيها دي ما تعدي على خير. ده انا اشتريت فستان الخطوبة ورتبت كل حاجة وعزمت كل صحابي، أقول لهم أنا إيه بقى دلوقتي؟ قول لهم أي حاجة. أنت بتحبنيش، عشان أنت لو كنت بتحبني عمرك ما كنت هتطلع شكلي زفت قدام صحابي. كده يا ريهام؟ ده بدل ما تقفي جنبي في الظروف اللي احنا فيها دي. يا محمد الحقيقة أبقى من الميت، وأنا قلت لك اللي عندي بقى وأنت حر. سلام. وبعدها لك بقى يا لولا حبيبتي، مش هتبطلي قعدة البيت دي؟ طب ورحمة أمي، أنت من يوم ما بطلتي رأس والرأس خسرك. يسلم فمك يا باشمهندس مليجي، فعلا لولا من ساعة ما سابت الرأس وأنا وحشاني الرعشة بتاعتها. طب أعمل إيه بس؟ ما المضطر بيركب الصعب، وبعدين مرحلة أمه اللي عايز كده. بقول لكم إيه؟ سيبوكوا بقى من الموضوع ده، أنا عندي فكرة ما تخرش المية. إيه رأيك بقى تسيبي شقتك اللي متأجرة دي وتروحي تعيشي مع عيلة أمه في وسط أهله؟ طب وهم هيوافقوا بالكلام ده؟ لازم يا بنتي يوافقوا، أنت مرات ابنهم، من حقك يصرف عليكي، وبكده بقى نضمن إن رجليكي جوه البيت. قشطة عليك يا موني، تعجبني دماغك الغالية دي، والنبي واديله جامد قوي عشان جامد ما خدش. لا خلي جامد، استنى شوية بس عبال ما أفهمك أنا الموضوع في الآخر. احنا بعد كده ندي العمارة كتف قانوني، العمارة تقع، السكان يمشوا، نبيع الأرض احنا الملايين. ما تلعب عيد الياضي انت بضحكتك النتنة دي بدل ما اديك في وشك اخنفك. ماني بلعب عيد الهو حلو اهو، مني حظ أعلى منك يعني. انت حظك أعلى مني؟ ده حظ عوالم ده، انت مش فاهمك في لعب الورق انت.
خبر ايه؟ هتفضلوا قاعدين تلعبوا في الورق ده طول النهار، اليوم هيخلص وانتوا لسه قاعدين. وانت عايزانا نعمل ايه يعني؟ ما احنا قاعدين مستنيينك لما تتنيلي تخلصي الطفح اللي هنطفحه. انا اللي هطفحك الدم يا مصطفى. حسام بيه؟ انت خليت يا حسام بيه. انت مين يا جدع انت وعايز ايه؟ انا اكلمك تقفل في وشي يا ابن الكلب يا عاطي. استهدى بالله بس يا باشا، خلينا نتفاهم. انت فاكر اني مش هعرف اجيبك؟ ده انت لو في بطن امك يلا هجيبك يلا. قادر وتعملها يا سعاده الباشا، بس يكون في علمك انت لما كلمتني انا كنت قاعد مع منصور وما كانش ينفع ارد عليك، وقلت ان سيادتك هتفهم. وما كلمتنيش لما خلصت مع عسي زفت. ها طب ممكن تهدى بقى عشان نتفاهم، ولا تحب تكمل ضرب؟ بناتك دول ايوه يا باشا. ما تخافوش يا حبايبي، انا صاحب ابوك وبهزر معاه شويه، ما تخافوش. طب انتوا اصحابه بتهزروا مع بعض، انا ذنب ايه اكل كف زي ده على كفاي؟ اخرس يا دلمي. بس يا باشا، بس يا ابن الكلب يا واطي. وانت يا وليه خش نجر اعمل لنا كوبايتين شاي بدل ما انت واقفه كده زي التلاجه البايظه. وما تخافيش، ده حسام باشا مديري في الشغل. ما تعمليش حاجه يا ستي، انا عايز جوزك في كلمتين وهمشي على طول. يلا. اديني حكيت لسعادتك على كل اللي حصل امبارح والكلام اللي هي قالته. لو انا غلطان في حاجه حضرتك قول لي. بصراحه يا محمد انت عداك العيب، بنتي هي اللي غلطانه. طبعا غلطان، ما تزعلش يا حبيبي، هي كان لازم طبعا تقدر الظروف اللي انتوا فيها. وبعدين بقى خلاص احنا بقينا اهل، يعني اللي يزعلكم يزعلنا واللي يفرحكم يفرحنا. طبعا يا طنط، وانا لو مش بحب ريهام ما كنتش جيت لكم، كنت اتصرفت من دماغي. انا مش عايزك تزعل منها يا محمد، لانه برضو مهما كان البنت لسه صغيره وما تفهمش في الحاجات دي. معلش يا حبيبي، انا هقعد معاها وافهمها كل حاجه. ماشي، متشكر عن اذنكم. ساعتك تأمرني باي حاجه؟ لا متشكر قوي حبيبي، بس طمني حسام اخباره ايه دلوقتي؟ والله يا فندم مش عارف اقول لحضرتك ايه، ربنا يصبره على اللي هو فيه. عن اذن حضرتك. بقى في حياتك يا باشا. حياتك البقى طاهر. والنعمة الشريفة أنا اتفاجئت زيك بالظبط. بس أنا حذرتك يا باشا، وقلت لك إن منصور ده حطك في دماغه. المرة دي بقى أنا اللي حطيته في دماغي، هو ودياب ابنه، وأنا وهما في الدنيا دي كلها. والله عندك حق يا باشا. يا ساتر. ده اللي زي منصور ودياب ده مسخوا الدنيا. إلهي ربنا يبتليهم بمصيبة ويريحنا منهم. على إيدي إن شاء الله. اسمع طاهر. ركز في اللي هقوله لك ده، وطرطق ودانك كويس، وتنفذ اللي هتسمعه بالحرف الواحد. معقوله التاخير ده على الباب يا ماما؟ وحشتيني يا ست الكل. يا قمر يا سكر، ازيك عامله ايه؟ حضرتك مين؟ انا لولا. لولا مين؟ لولا مرات ابنك. لا حضرتك غلطانه في العنوان. لا انا بقى متاكده، مش حضرتك مامي عمر؟ ايوه بس عمر مش متجوز. لا ازاي؟ انا لولا مرات عمر، وقررت بقى اجي اقعد معاكوا هنا على طول. انت بتقولي ايه؟ عمر تعالي هنا. عمري لولا حاسبي كده وحشتني. مين الست دي؟ عمر دي